فعاليات مهرجان العالمين اللي كانت مميزة ومختلفة، ومنها المبادرات الشبابية اللي كانت وسط الجمهور والحضور، كانت أيضا لا تنفصل أبدا عما يحدث داخل المهرجان. صحيح يا مصطفى، أحيانا من ضمن هذه المبادرات مبادرة التوعية الغذائية، واللي كان هدفها توعية الجماهير ورواد العالمين بأنواع وتفاصيل الأكل الصحي والغذائي. خلينا نتابع أكتر في سياق هذا التقرير. احنا فريق التوعيات النباتية، بنعرف ازاي اللي هم او بنوعي الناس ازاي اللي هم يقدروا ياكلوا اكل صحي بعيد عن الاكلات من اللي مثلا اللحوم، الحاجات اللي هي بتسبب امراض فيما بعد للناس، وهي مجرد رسالة توعية. اخترنا العالمين اول حاجة الناس اللي هنا، يعني شايفين اللي هي مدينة جديدة، فالرسالة بتاعتنا هتبقى أسهل، اللي هي تقدر توصل للناس من عن طريق مدينة العالمين والناس تقدر تستقبلها. بنحاول نوعي الناس إزاي يقدروا يأكلوا ويعرفوا إيه الأكل اللي هم بيأكلوه، أو لو تقدر تربي أنت حاجاتك الخاصة بيك، تقدر تعمل أنت مزرعتك، تقدر حاجات صغيرة، يبقى أنت أكلك أنت عارف أنت بتأكل إيه. إحنا جينا العالمين بنحاول نوصل للناس لوعي معين للأكل اللي هم بيأكلوه. دلوقتي احنا اللي احنا بناكله، فلازم نخلي بالنا من اللي احنا بنشتريه واللي احنا بناكله، ونعمل الواجب بتاعنا للغذاء بتاعتنا فعلا ايه مصدرها وجايه منين. احنا بنخش للشباب او للكبار، وعلى حسب الناس والثقافه بتاعتهم بنسالهم عاوزين تقروا بالعربي او الانجليزي، وعندنا فلاير لكل واحده منهم، وبنبتدي ان احنا نشرح لهم القصه دي. هم بقى بيبتدوا يسالونا طب احنا هناكل ازاي، هنعمل ايه. بنبتدي نقول لهم الخطوات اللي احنا خدناها بنفسنا والاختيارات التانية الموجوده في اللي ممكن تعملها. يعني هو بالاول ما بيكونش عارف، بيحس ان الموضوع صعب، واحده واحده بيبتدي يحس لا الواحد فعلا لازم يخلي باله، لان هي صحته وصحه اهله والمجتمع بتاعنا كله.